اولا اهنئ جميع النساء الجزائريات بعيد المراه خاصه امي. المراه لديها دور في المجتمع مثل الصبر، متابره، مناضله. اكيد احتفل يعني خارج انا والصديقه تاعي نحتفلوا دورو نشوفوا. اولا السلام عليكم، حاجه زوجه نهنئ جميع النساء المسلمات عامه وجزائريات خاصه وعلى راسهم امي وجميع النساء يعني وجميع الفتيات. وبمناسبه هذا العيد العالمي للمراه نهنئ المراه على النضال والمثابره تاعها وعلى العمل وعلى كل المجهودات اللي تقوم بها سواء في البيت او في العمل او في اي اطار اخر. ومن هذا المنبر نهنئكم كاع وميرسي بوكو صحيتو. نقول لهم عيد سعيد لكل النساء المسلمات العربيات كامل والجزائر بصفه خاصه. نقول لهم كل عام وانتم بخير. واه نخرجوا ان شاء الله كنخرجوا ندوروا مع الاولاد راني مخرجتها ندوروا شويه وهذا نبدلوا الجو. هذا نخرجوا الورد الورد ماشي هدايا بزاف يا من الورد هكا شي واحد يتفكر الحبابه كان تفكروا بعضنا خرجوا نعيطوا كان بالتليفون صافا مبروك مبروك فقط هذا كانت حلمه تعيد هي كنفوتوها العيد. المرأة هي كما قال لك المرأة الجزائرية الصابرة المثابرة. شوفي المرأة الجزائرية دي بوسيبل باش تعيش ولادها فهمتي. كنقولوا حنا المرأة الجزائرية رغم ما تفوت بهم صعوبات وكل شيء تطيح بس تعاود تنوض على خاطر البسمة تاع ولادها دير المستحيل. وبهذه المناسبة نحيي الوالدة تاعي بزاف ونقولها انت تاش فوق راسي وندير ما ندير ما نقدش نرد لك ولو نقطة من التعب تاعك. ونحيي والدي يابن بزاف وخويا واختي وولادي عبد القادر وخديجه والنساء كل الجزائريات. وحاجه نوصيها لخواتاتي حاجه نوصيها كاع لخواتاتي نقول لهم مهما تسرى ما يسرى المراه تكون مثابره وتصبر وربي يعطيها من عنده سبحانه. وتحيه كل الجزائريات ان شاء الله. السلام عليكم. هذا اليوم عيد المراه يشرف المراه الجزائريه لان المراه الجزائريه في العاده منسيه ماهيش كي شغلنا في مجتمع ذكوري. فلا فام بوغ اينوغي لا فام il faut toujours participer à organiser cette journée la journée de la femme. Moi je suis très heureuse aujourd'hui d'être une femme algérienne. Ça me fait du bien. Je dis à toutes les femmes du monde, bonne fête. Voilà, merci. Oui, nous fêtons ce jour. On est en train de faire une petite fête. Voilà, fête d'art entre familles. Voilà, une petite soirée entre familles, plein d'ambiance. Ça me fait du bien, alhamdoulilah.